بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مدرسة الإسراء الخاصة، برنامج التعليم عن بعد، الصف الثاني عشر، عام بنين وبنات، إعداد الدكتور عمر الخطيب. ترحب بكم. إن شاء الله النهاردة نواتج التعلم اللي احنا المفروض نتعلمها: واحد، أن يعرف الطالب معنى الإحداثيات القطبية. اثنين، أن يستطيع الطالب التمثيل البياني للإحداثيات القطبية. لو بصينا في الشريحة اللي قدامنا هنلاقي عندي على الجهة اليمنى نظام الإحداثيات الكارتيزية، وعلى الجهة اليسرى نظام الإحداثيات القطبية. نظام الإحداثيات الكارتيزية بيعتمد على المحورين اللي هم احنا عارفينهم، المحور X والمحور Y، حيث أن النقطة B هي عبارة عن نقطتي X و Y. أما نظام الإحداثيات القطبية اللي هو الجهة اليسار، ففي عندي نقطة صفر بعتبرها هنا نقطة القطب، ثم المحور القطبي، ومن المحور القطبي ببدأ أخد عندي اللي هي نقطة B لتمثل الـ R والثيتا، حيث الثيتا هي الزاوية، زاوية الانفراد من الضلع اللي هو المحور القطبي إلى المحور النهائي، فتسمى R وثيتا، حيث R هو طولها، طولها قد يكون باثنين بثلاثة بخمسة زي ما يكون، والثيتا هي الزاوية بتاعتي، قد تكون 30، قد تكون باي على 6 زي ما تكون. أنا ببدأ بمثلها بنفس الشكل الإيه المقابل زي ما هنشوف دلوقتي. عندي أربع رسومات: نقطة A، نقطة B، نقطة C، نقطة D، حيث نقطة A تمثل النقطة 4 وباي على 2. يعني 4 وباي على 2؟ 4 وباي على 2 يعني طولها 4 والزاوية بتاعتها باي على 2 اللي هي 90. فزي ما هنشوف دلوقتي السهم بتاعي بيجي مسافة ولتكن 4 اللي انا رسمها ديت، وبيعمل زاوية قايمة 90 درجة. أما نقطة B هي سالب 3 أو 210. ببدأ الأول بعمل دوران عندي سالب 210 وبرسم النقطة اللي هي 3، ثم بعمل النقطة المنعكسة بتاعتها اللي هو السهم الآخر في الجهة الأخرى. أما نقطة C 2 وسالب باي على 3، قلنا باي على 3 يعني 60، 2 في 60 ب 120، يبقى أنا بمشي في الاتجاه السالب 120 درجة، ثم بقطع مسافة مقدارها 2 سنتي. نقطة D تمثل سالب 5 وسالب 45، يبقى أنا ببدأ الأول بقيس زاوية مقدارها سالب 45 في الاتجاه العكسي، ثم بقيس مسافة مقدارها 5، ثم بعكسها في الجهة المقابلة من الجهة الأخرى على امتدادها يعني. زي ما احنا شايفين اللي قدامنا دي الشبكة القطبية. كلمة شبكة القطبية اللي هي شبكة عادية خالص زي شبكة العنكبوت، لو انت شايفها هتلاقيها بتبدأ بصفر، 30، 60، 90، 120، 150، 180، 210، وممكن نقسمها إلى بايات، يبقى صفر وباي على 6 اللي هي طبعا 30، وباي على 3 اللي هي 60، وباي على 2 اللي هي 90. فيبدأ يقول لي أول حاجة مثل له النقطة 4 وسالب باي على 3. سالب باي على 3 يعني تمثل الزاوية كام عندي؟ سالب 60. شطار. سالب 60 يبقى أنا بمشي في الجهة الأخرى مقدار 60 درجة، وباخد مسافة ولتكن 4. الطول هنا مش مشكلة، بس أهم حاجة الطول بتاعي خلاص. نقطة F سالب 92، يبقى أنا باجي أول حاجة بقيس الزاوية على الشبكة القطبية اللي هي 90، يبقى أنا عندي شبكتين، شبكة فيها الأرقام وشبكة فيها بتعتمد على البعد. يبقى الشبكة اللي فيها 90 بجي على 90 وبعمل الزاوية بتاعت 90 أولا، ثم بجي في الاتجاه العكسي اللي هو سالب 2. نيجي لنقطة G اللي هي 4 و5 باي على 4، يبقى أنا بجي في الشبكة اللي على اليمين اللي هي 5 باي على 4، وابدأ الأول 5 باي على 4، 5 فين؟ 5 باي على 4، مش موجودة 5 باي على 4، يبقى لازم أعمل شبكة يكون المقام بتاعها 4، أو أتذكر إن أنا الباي تساوي 180، يعني 5 باي على 4 يعني تقريبا 225، فأنا بقيس الزاوية الأول 225، تمام؟ ثم باخد مسافة مقدارها 4، سهم طوله 4.
نيجي لنقطة اتش. نقطة اتش هي عبارة عن سالب 3.5 وسالب 150، يبقى بقية الأول زاوية 150 في الاتجاه السالب، يبقى أنا لازم من عند الصفر وبعد عكسي سالب 150، ثم بقيس مسافة مقدارها 3.5 وباخد زيها على امتدادها في الجهة الأخرى. زي ما احنا شايفين في الشرح اللي قدامي ازاي نعمل حاجة مماثلة للأصل، بمعنى ان النقطة دي تساوي ار وثيتا، فانا ممكن اعمل نفس الار والثيتا عن طريق الار وثيتا ناقص 360، بمعنى ان انا بمسك الزاوية ثيتا وبطرح منها 360 درجة. الشكل التاني اللي هو في الوسط، الار وثيتا تكافئ ار وثيتا زائد 360، يبقى انا ممكن اخد الثيتا دهيت وازود عليها 360 درجة، هي برضه تمثل الار وثيتا. الار وثيتا ايضا تمثل انعكاس بتاع السالب ار، وثيتا زائد 180 وثيتا ناقص 180 زي ما هنشوف في المثال قدامي. بيقول اذا كان الثيتا تمثل تتحصل ما بين سالب 360 و360، يعني ممكن اخد السالب والموجب، ارجو ثلاثة ازواج مختلفة كل منها يمثل احداث قطبين للنقطه 3 وباي على 6. يبقى انا عندي هنا بعمل اربع اشكال، اول حاجه مره 3 2 موجب، ومره 3 2 سالب، مره باخد باي على 6 بعمل لها تزييد، ومره اعمل لها تنقيص. فاول حاجه ظبطت اول 3 خليتها زي ما هي وخدت باي على 6. باي على 6 اللي هي كام يا شباب او بنات؟ شطار. باي على 6 اللي هي تمثل 180 على 6 تساوي كام؟ 30. يبقى انا بقول 30 ناقص 360، 30 زائد 360، يبقى انا كده وصلت ان انا ممكن اوصل لها عن 30 زائد 360 بلفلها دوره كامله، و30 ناقص 330 برجع عكسي. طيب وممكن كمان اثبت الزاويه؟ لا مش بثبت الزاويه، بقى باخد عندي الار بعكسها، بدل ما كانت موجب 3 بتبقى سالب 3، وباخد الثيتا بزود لها مره 180 ومره بنقص منها 180، فبيديني نفس الزاويه. نبص على نقطه الزد اللي هي 4 و240، بعمل فيها نفس الشيء. اول حاجه بثبت الاربعه ثم بعكس الاربعه، ثم باخد ال 240 مره ناقص 360 ومره زائد 360، ثم باخدها بعد كده الزاويه بتاعتي بجيب المكافاه بتاعتها وابدا اعمل لها ايه؟ ابدا انقص منها 180 وازود لها 180 عشان تديني الزاويه اللي انا محتاجها زي ما شايفين امامنا. يا بنات شباب السؤال الرابع بيقول لي مثل كل معادله من المعادلات القطبيه الاتيه بيانيه، ار بتساوي 4. طب امال فين الثيتا؟ اي ما دام الثيتا مش معطهالي يبقى معنى كده ان الثيتا حره، ممكن تبقى صفر، ممكن تبقى باي على 2، ممكن تبقى باي، ممكن تبقى 3 باي على 2. ففي الحاله ديت انا بمثل المقدار ار تساوي 4 فقط. بعد عند ار تساوي 4 من اول الصفر اللي هو نقطه القطب بتاعتي، اللي هو نقطه القطب التقاطع بتاع المحورين، وبعمل قطعه طولها 4 سنتي، 4 مللي، 4 متر زي ما بتكون، بس طبعا احنا شغالين بالسنتي، 4 سنتي، وبسيب الزاويه بتاعتي حره. في الشكل رقم 2 بيقول لي ثيتا تساوي 4 باي على 3، يعني ايه؟ يعني سايب له الطول، وبالتالي انا باخد من عند نقطة القطب وبعمل امتداد إلى ما لا نهاية، ممكن يبقى الطول 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5، لكن الزاوية زي ما هي ثابتة اللي هي 4 باي على 3، وقلنا كلمة 4 باي على 3 بتكافئ بالنسبة لي 4 في 60 اللي هي 240 درجة زي ما أنا شايف السهم بتاعي بيضحك. بسم الله الرحمن الرحيم، النهارده بناخد اخر حاجه بناخد عندي الواجب المنزلي، وهو من كتاب المدرسه مثل كل نقطه على شبكه قطبيه. يبقى انا برسم شبكه قطبيه اذا كانت بالزوايا بعمل صفر ثم 30 60 90 الى اخره، واذا كانت بالباي بتبقى صفر باي على 6 باي على 3 باي على 2، وبكمل وببدا ارسم عليها أول حاجة النقطة الأولى R ثم B ثم C ثم F، وإن شاء الله هنسيبها واجب منزلي، والحصة اللي جاية بإذن الله تعالى هنبدأ أول حاجة في حلها، وإن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله.
مع أطيب الأمنيات بالتوفيق والنجاح، تحيات مدرسة الإسراء الخاصة أستاذ عمر خطيب معلم الصف الثاني عشر عام ومتقدم، مع جزيل الشكر والاحترام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.